بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم هو درس يهم مستوى السنة الثالثة إعدادي. عنوان الدرس هو الدالة الخطية والدالة الألفية. في جزئها الأول الدالة الخطية. نشاط واحد: أتمم الجدول التالي. الجدول يتكون من سطرين: سطر أول المسافة بالكيلومتر، والسطر الثاني المدة الزمنية بالساعة. حدد العلاقة بين X و Y. إذا تصحيح نشاط. إذا لملء السطر لملء الجدول: الجدول يتكون من سطرين: المسافة بالكيلومتر والمدة الزمنية بالساعة. نلاحظ العمود الرابع 400 كيلومتر وافقها 5 ساعات. إذا بالانتقال من 5 إلى 400 نضرب في 80، وبالانتقال من 400 إلى 5 نقسم على 8. إذا نبحث عن المدة الزمنية الموافقة ل 160 كيلومتر، أي نقسم 160 على 80 فنحصل على 2. في العمود الثاني نبحث عن المسافة الموافقة للمدة الزمنية 3 ساعات، أي نضرب 3 في 80 فنحصل على 240. في العمود الثالث نبحث عن المدة الزمنية الموافقة للمسافة 560 كيلومتر، أي نقسم 560 على 80 فنحصل على 7. إذا نحدد العلاقة بين X و Y، أي نحدد العلاقة بين أعداد السطر الأول وبين أعداد السطر الثاني. إذا بالانتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول نضرب أعداد السطر الثاني في 80، أي أن Y يساوي 80 في X. تعريف: العلاقة F التي تربط كل عدد حقيقي X بالعدد AX تسمى الدالة الخطية ذات معامل A، ونكتب F دو X يساوي AX. العدد AX أو F دو X يسمى صورة العدد X بالدالة F. العدد X يسمى سابق العدد AX أو F دو X بالدالة F. المتساوية F دو X يساوي AX تسمى الصيغة العامة للدالة الخطية F. مثال: نعتبر الدالة الخطية F دو X يساوي 3 A، معامل هذه الدالة هو 3. العدد 6 هو صورة عدد 2 بالدالة F. العدد 2 هو سابق العدد 6 بالدالة F. تمرين: لتكن الدالة f دو x يساوي 2x، حدد صورة ناقص 4، واحسب سابق ناقص 13. ما هو العدد الذي صورته ناقص 9؟ حل f دو x يساوي 1. قبل التصحيح تمرين يجب الإشارة إلى أن السؤال 2 و3 2 و3 و4 لهما نفس المعنى، أي سنجد الإجابة عن الأسئلة الثلاثة بنفس الطريقة، لذلك سنكتفي بالإجابة عن السؤال الأول والثاني. نحدد صورة عدد ناقص 4. لدينا f دو x تساوي 2x، يعني أن f دو ناقص 4 تساوي 2 مضروب في ناقص 4. هنا عوضنا بقيمة x بقيمتها ناقص 4، ومنه f دو ناقص 4 تساوي ناقص 8، وبالتالي صورة العدد ناقص 4 هي ناقص 8. نحسب سابق العدد ناقص 13. لدينا f دو x يساوي 2x، يعني أن
f دو x يساوي 2 x يساوي ناقص 13. نحول المعادلة 2 x يساوي ناقص 13، يعني أن x يساوي ناقص 13 على 2. ومن سابق العدد ناقص 13 هو x يساوي أو هو ناقص 13 على 2. تحديد معامل دالة خطية، نشاط 2، لتكن f دالة خطية معاملها a. بين أن لكل m عدد حقيقي غير منعدم، a يساوي f دو m على m. تصحيح نشاط 2، لدينا f دالة خطية معاملها a، يعني أن الصيغة العامة للدالة f هي f دو x يساوي ax. ومن f دو m تساوي a مضروب في m، وبالتالي a يساوي f دو m على m. خاصية، معامل كل دالة خطية f هو العدد a يساوي f دو m على m. لكل m عدد حقيقي غير منعدم. تطبيق: f دالة خطية بحيث f دو ناقص 1 تساوي 13. حدد f، أي حدد الصيغة العامة ل f. تصحيح تطبيق: لدينا f دالة خطية بحيث f دو ناقص 1 تساوي 13، يعني أن f تكتب على شكل f دو x يساوي ax. إذن نحسب a، نعلم أن a يساوي f دو m على m، أي f دو ناقص 1 على ناقص 1، يعني أن a يساوي 13 على ناقص 1، يعني أن a يساوي ناقص 13. ومنه f دو x يساوي ناقص 13 x. التمتين مبين لدالة خطية، نشاط 3. نعتبر الدالة الخطية f دو x يساوي 3 x. أتمم الجدول التالي. الجدول يتكون من سطرين، السطر الأول يمثل الصور والسطر الثاني يمثل الصور. مثل النقاط A ذات الزوج 1-3 و B ذات الزوج 2-6 و C ذات الزوج ناقص 2-6 في معلم متعامد ومنظم. ثم أنشئ المستقيم AC، ماذا تلاحظ؟ تصحيح نشاط 3. إذا نملأ الجدول، نبحث عن سابق العدد 3، أي نحل معادلة 3x يساوي 3، فنجد x يساوي 3 على 3 يساوي 1. نبحث عن صورة ناقص 2، أي نعوض ناقص 2 في الدالة f دو x يساوي 3x، فنحصل على 3 مضروب في ناقص 2 تساوي ناقص 6. نبحث عن سابق العدد 6، أي نحل معادلة 3x يساوي 6، أي أن x يساوي 6 على 3، إذن x يساوي 2.
نبحث عن صورة العدد 4، أي نضرب 3 في 4 فنجد 12. إذا نمثل النقطة A ذات الزوج 1 3، النقطة B ذات الزوج 2 6، والنقطة C ذات الزوج -2 -6. ثم ننشئ المستقيم AC. نلاحظ أن المستقيم AC يمر من أصل المعلم OEG خاصية التمثيل ببيان لكل دالة خطية F في مستوى منسوب إلى معلم متعامد وعبارة عن مستقيم أو جزء من يمر من أصل المعلم أو حامل جزء يمر من. شكرا على حسن انتباهكم.